مشاركة من الأستاذ أحمد الأنصاري صراحة ما أعرف عنوانها الآن بيكوز إحنا الفقرة المهمة أيضا بعد المحاضرات والمشاركات الشعرية هي الأوبن مايك فأيضا أي أحد يحب يشارك الآن أو لاحقا فالمنتدى الثقافي الأدبي ومتحف العربي الأمريكي يرحب على أن تكون مشاركات في ضمن اختصاص اللغة العربية شعر نثر قصة أدب وسبق في البلوج عندنا في ديربون بلوج يمكن زيارة المشاركات السابقة وتأخذون عينة من المشاركات السابقة فنستمع خمس دقائق للمشاركة الأستاذ ديربون بلوج Dearborn blog, yeah, Instagram page, also website, you can check Dearborn blog, Facebook, كلها موجودة. مع الفيسبوك page, yeah. Yeah, Dearborn blog. فتفضل أستاذ أحمد. Blog. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا. اسمي أحمد الأنصاري أنا تدريسي في جامعة الكوفة بالعراق وأنا مبتعث لدراسة PhD Anthropology في جامعة Southern Illinois University والعنوان Dissertation مالتي راح تكون إن شاء الله The Construction of Iraqi Americans Identity in Dearborn So essential part بالبحث مالتي هو بناء الهوية واللغة هي واحدة من عناصر بناء الهوية فحقيقة أنا جدا مسرور في تواجدي اليوم هنا وأنا أول مرة أدخل هذا المكان ودريت بهذه الفعاليات بالصدفة وأشكر هذه الصدفة يعني اللي جمعتني ذكرت مثل تفضلتي أن ذكرت أنه أنا نفس الوضع كان فأنا جدا ممنون من هذه التجمعات وهذه الفعاليات لأنها تسهم إسهاما فاعلا في تنمية وبناء الهوية والحفاظ على الهوية العربية بالمهجر احنا الظروف بلداننا المأساوية دفعت الآلاف بل مئات الآلاف من أبنائنا إلى أن يهاجروا إلى أرض الغربة وربما من الصعب أن نتحدث عن عودتهم لكن نريد نحافظ على هويتهم أنه مذوب بالغربة وتنمسخ فهذه الفعاليات والكلام اللي تفضل به الأستاذ من جهود وخبرات في مجال تدريس اللغة العربية بالمهجر وفي الولايات المتحدة كواحدة من دول المهجر أمور يعني رائعة جدا وأنا أشكرها وأرجو إن شاء الله يكون يعني تواصل أكثر ويا الأستاذ لأنه أستفيد جدا من هذه الخبرات الرائعة اللي تفضل بها لأنه أنا راح يكون عندي شابتر حول أهمية اللغة في بناء الهوية الثقافية لأبناء الجالية وحتى قضية اللانجوج شيفت هذه اللي صارت وقضية الفوارق ما بين الفيرست جنريشن والسكند جنريشن هاي قضية أيضا يعني واحدة من الأمور اللي لمستها من خلال مشاهدتي للجالية أنه صار نوع من disconnect بين the first generation and second generation لأنه بواسطة اللغة يعني الأبناء قلما يجيدون العربية والآباء قلما يجيدون الإنجليزية وبعدين هذا صار حاجز شرخ كبير والجيل الثالث راح يكون بعد الشرخ أكبر فهاي قضية جدا مهمة وأنا أشكر أنكم التفتوا لها واهتميتوا بها لكن أشعر أنه نحتاج أكثر وأكثر جهد وأكثر وأكثر اهتمام بهذا الموضوع فهذا اللي حبيت أنا يعني ما جيت ما مهيئ فد شيء أنه أطرح أمامكم لكن أفكاركم استفزت عندي أنه أقف هنا وأطرح ما في أنا مقيم لغرض الدراسة أنا يعني أنا جنسيتي عراقية ما عندي يعني عندي الفترة اللي بدك تشتغل فيها إن شاء الله يعني إلى نهاية 2018 أنا إن شاء الله يفترض يعني أكمل الديسرتيشن مالتي وأتخرج أنا جيت لهنا نهايات 2013 ما أعرف اللهجة العراقية 13 هم هاي جاب كان الأستاذ يتحدث عن بعض
الإضافات باللغة أحياناً. فبديت أيضاً كورس لغة لأن كانت ما كانت عندي لغة إنجليزية، فكان ضروري جداً أنه أتعلم الإنجليزية حتى أبدأ البرنامج مالتي. وبعدين بلشت بالدكتوراه بداية 2015. فالآن أنا بمرحلة البحث الأكاديمي، وهذا اللي خلاني انتقلت من ساوثرن إلينوي إلى ديربورن حتى أكون مع الجالية، حتى تكون إحنا نسميها participant observation، حتى أكون في وسط الجالية وأشاهد واقع حياتهم بنفسي. ونأخذ دراسي حول اللغة، بس اللغة كعامل تواصل. أنا أدرس الهوية، بناء الهوية، بس إحنا يعني واحدة من أهم أقسام الهوية اللغة، إضافة إلى أمور أخرى. نعم نعم. ف يعني حبيت أشكركم، وإن شاء الله نستفيد أكثر من هذه الفعاليات من خلال التواصل. شكرا جزيلا.